تقول بعد علاقتي مع زوجي كانت مؤذية تحولت إلى علاقة صحيحة بعد جلد وفهم للرسائل وأخذت تشافي العلاقات وأقدر أقول علاقة مقدسة. صارت علاقة مقدسة. قلتي بشروني إذا وصلتوا لها. حبيبتي مبروك مبروك. الله، هذه الأخبار اللي تفرح. عهد حبيبتي تقول هل اللي عندهم عقود أثيرية طاقتهم قوية أو مو شرط؟ لا 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 لا، مو شرط. الاستثناءات قد يكون لها معنى، لها معنى، مو شرط إن قوة لها معنى. لكن كل البشر عندهم عقود الأثير. كل البشر عندهم عقود الأثير. عشان تعلموني يمرون في التجربة. فما ما ما تعني إنه شخص أقوى أو أعرف أو أفهم، لا ما تعني. كيف نعرف إذا الكيان اللي بالحلم شرير؟ حسب انت تتكلمين عن اي حلم. هذا يبغى له مسرح الاحلام، ها؟ بس بشكل عام كانك تقولين مثلا كيف اعرف انه هذا الشخص شرير، او كيف اعرف انه هذا الشخص من الظلام في الواقع. يعني خلينا نحف، كيف اعرف انه الشخص هذا في الظلام او شرير؟ ابغى اقول لك الاهم من ذلك انه انا يكون عندي القوه الكافيه. هذا المهم، اني انا كيف يكون عندي القوه الكافيه، بحيث انه لانه طوال الوقت في اشرار، طوال الوقت في ظلام، طوال الوقت في شياطين، في جن، في ناس في الظلام، في جن في الظلام، في طوال الوقت في هذه الاشياء. فمو مقلق وجود هذه الاشياء، هذه حقيقه موجوده ما تقدر انت تنهيهم من الواقع. حتى لو سكرنا فمنا وما تكلمنا عن الموضوع لن ينتهوا من الواقع. الطريقة اللي انت عشان ترتاح انك انت تكون اقوى، هاي الطريقة. وبالتالي احلامك اذا كانت هي احلام من العقل اللاواعي راح تبين الواقع اللي انت موجود فيه. انت خايف، انت مرتبك، انت وش وضعك؟ كنت خايف، اكيد كل الاشرار بيطلعون لك في الحلم، كل الاشرار، كل الكيانات الشريرة بتطلع في الحلم. اجل نسولف عن الجن يقولون خايفين، نسولف عن عقود اثير يقول خايفين. هل من الأصح التواصل مع شخص قطعت علاقته من سنوات بطريقة سيئة لتسكير الملف بطريقة أفضل، لأن تحسها عالقة أو خلاص تركها لأن سنوات مرت؟ أنا أقول ارجع ارجع. الأجواء غير، والوعي غير، وفهم القصة غير. ارجع قفل صح. خايف؟ رح للصندوق الوردي، لا تجي عندي. مرام تقول إيش يعني الجسد الأثيري والعقد الأثيري وما دليلهم في الإسلام أو مصدرهم العلمي؟ مصدرهم العلمي، ما في مصدر علمي. قلت لكم أنا قبل أتكلم عن إسقاط النجمي والباحثة كيف أنها بحثت وكيف صارت القصة. أما دليلهم في الإسلام قلت لك على حديث الرسول لما تكلم عن الأشخاص اللي يرونه، أنه إذا رأيت الرسول فهي حقيقة، فإنك أنت رأيته حقيقة، يعني مو 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 خرابيط. بس طبعا في عرف العلم انت خرابيط، في عرف العلم دينك خرابيط، في عرف العلم دينك ما لا اثبات، ما لا اثبات علمي، فانت ضاربهم في الخلاط مع بعض. عشان كذا اغلب الناس ترى عندهم التطرفات والاضطرابات والمراسي الفكريه اللي هم ما يعرفون هم مين، وين رايحين، ومن وين جايين. يعني هو ما يعرف، هو يعني يؤمن بالاسلام ولا يؤمن بالعلم. طيب إذا كان العلم نفسه هو ما يعني لا يثبت الروحانية اللي أنت تؤمن فيها، العلم لا يثبت الله، العلم لا يعترف فيك إذا شفت الرسول في الحلم وقلت لا أنا رأيت الرسول، ما فيها كلام. الشيطان لا يتمثل في الرسول، هذا الرسول رأني حقيقة. يقولك لا أنت خرابيط، أنت خرابيط، أنت يعني تلخبط. فانت حدد موقفك، يعني اوكي، يعني ما يصلح يعني انت تقول علم وكذا اسلام وكذا مع بعض. ما المدارس يعني انت جبت مدرستين كذا ما يمشون مع بعض، ما يمشون مع بعض. هل الكارمات هي العقود الاثيريه؟ تكلمت عن هذا الموضوع، انه مرات يكون الشخص اللي حمل مثلا خلنا نقول عقد التأسيس. أغلبنا عندنا عقد تأسيس، أوكي،
يكون الشخص اللي حمل عقد التأسيس برضو يحمل عقد كارمي. اثنين، يحملهم روحي ويحملهم. يلا عاد أقول لكم مين اللي يقدر يشيل. مين؟ مين؟ طبعاً الأم. الأم اللي دايماً رفع يدها، ها؟ في أي عقد هي أول واحدة رفع يدها. تقول لك هل العلامات الحمراء ممكن تفرق بين القراصنة والنرجسية والمتحرشين؟ قصدك في الشرح أنا شرحتها في كل نقطة تكلمت عنها، ذكرت ليش إنه هذا الشخص ما يصلح، وإنه قد يكون مثلاً متحرش، قد يكون قرصان، إذا كان في احتمال إنه قرصان ذكرت إنه قد يكون قرصان، إذا كان في احتمال إنه متحرش ذكرت إنه حتى إذا كان في احتمال إنه نرجس ذكرت هذا الاحتمالات. هل تؤمني بأن السحر يؤثر على الإنسان؟ أكيد أكيد، بس وين الساحر اللي أثر على الإنسان؟ هل السحر يؤثر على الإنسان؟ ما حد يقدر يقول لا، ما حد يقدر يقول لا، إلا مين؟ مين؟ المدرسة العلمية. المدرسة العلمية تاعت صاحبتنا هذه تقول لا، ما في خرابيط، هذه خرابيط، لا ما في. فأنا أقول لك إيه، السحر يؤثر على الإنسان، لكن وين الساحر؟ ليش ما زلت أحلم بطليقي؟ لأن ما زال الملف مفتوح، الملف ما زال مفتوح، قفلي الملف، احضري تشافي العلاقات. ليش الإنسان يلجأ للإدمان؟ أحتاج إلى إجابة. تكلمت عن هذا الموضوع في وين تكلمت عن هذا الموضوع؟ يمكن في النشوة، يمكن، محتمل. كيف تتشافى من مرض نفسي؟ روح للطبيب. طبيب بودكاست ليش صدق؟ اكو عقد اثير يكون زين للشخص؟ اي كثير عقود اثير تكون طيبة وجيدة وعادي. انا الفيل الابيض في العلاقات، ما هو احسن درس في الباقة؟ واو، لو كنت مكانك اخذت كل الباقة، بس بحاول. اوكي، تبغين شيء عام يساعدك؟ بقول غدا منتصف الليل. بس تبغين شيء عشان الملفات المزعجة والمؤلمة؟ ابغى اقول لك تشافي العلاقات. تبغين شيء عشان تحتاطين في المرات القادمة؟ ابغى اقول لك العلامات الحمراء. تبغين عشان تصرفين كويس في وقت الخلافات؟ خيارات الخلافات. محير الموضوع، محير. تشافي العلاقات. طيب، كيف أعرف فيلي الأبيض؟ الله، انتظري نهاية السنة.